مرحبا شباب بنات، كيفكم؟ ان شاء الله كلياتكم بخير. طبعا يا شباب، اليوم عنا قصة اللاعب ابو حشيشة. فبالفيديو تبع اليوم راح تسمعوا قصة اللاعب ابو حشيشة وشو صار معه وجميع التفاصيل تبع القصة. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو، لا تنسونا انكم تحطوا لايك على الفيديو وانكم تشتركوا بقناتي مشان ما يفوتكم اي فيديو وقصة جديدة. طبعا هون قرر اللاعب ابو حشيشة انه يشتري لبسة الحشيش، فكان عم بيفكر انه يروح يجربها بالسيرفرات العادية. فهون ابو حشيشي قرر انه يروح يجربها بسيرفر الباندت كام بي في بي، ويشوف هل يا ترى اذا لبست الحشيشي عن جد الها تأثير على اللاعب اللي قدامك ولا لا. فمثل ما هو ابو حشيشي لاحظ انه الناس عم تدعس عليه كمان وما حدا عم يشوفه، فقرر انه يلتزق بالارض وما عاد يشيل نفسه من الارض. فبعد ما اللاعب ابو حشيشي شاف انه هاي اللبسة الها تأثير قوي على اللواعيب، قرر هلأ انه يروح يدخل سيرفر الشركة ويجرب هذا التأثير على اللواعيب اللي عم يلعبون هنيك. طبعا اول ما دخل اللاعب ابو حشيشة للسيرفر، قرر انه يلزق حاله بالارض اللي ما فيها حشيش، ولكن هذا الشي ما فاده للأسف، فقتلوه بالاسمجيات. بعدين اللاعب ابو حشيشة عصب وراح اشترى السبونسر تبع $3. بعدين قرر اللاعب ابو حشيشة انه يروح يلوت له شوية بنزين. بعدين راح ابو حشيشة للمستشفى، بس ما بعرف شو اللي عم يخطر بباله. اللاعب ابو حشيشة ما عنده ماسك كمان، بقى ما بعرف شو في براسه، هذا شو عم بيسوي. بعدين اجت الحالة لأبو حشيشة وقرر يروح يقتل هذا الوحش. بعد ما مات اللاعب ابو حشيشة، قرر انه يجمع خشب مشان يبني له برج ويروح ينتحر. بعدين قرر اللاعب ابو حشيشة انه يروح يلوت، وفي طريقه كان عم يصادف بوتات ويقتلهم. اللاعب ابو حشيشة ضل يجمع بالسكراب. اللاعب ابو حشيشة عم بيفكر انه يروح على الغاز ستيشن، وعلى طريقه صادف شخص عم يبني بيته، فقرر انه يروح يتشاجر معه. وهون شاف اللاعب ابو حشيشة انه ما في جدوى من الموضوع، هو عم بيضيع وقته على الفاضي، فقرر انه يكمل طريقه على طريق الغاز ستيشن. هو وفي الطريق كان عم يكسر براميل البنزين. بعدين قرر اللاعب ابو حشيشة يفتل حوالي الغاز ستيشن مشان يشوف له بنزين. وهون بيتعرض اللاعب ابو حشيشة لصدمة مفاجئة، واللي هي اللعبة بتفصله. بعد ما رجع اللاعب ابو حشيشة، شاف انه السيرفر فيه 4 اشخاص قدامه.
كان اللاعب أبو حشيشي محظوظ كتير، دخل اللعبة وشاف نفسه ما مقتول. فهون اللاعب أبو حشيشي قرر يزبط شوي بالإعدادات تبعه، وهلأ قرر أنه يقتل له شوية حيوانات. بعد ما قتل الغزال كان بيسمع صوت شوتغان وصوت بوتات، وكان اللاعب أبو حشيشي عم بيدور على هاي البوتات. فاللاعب أبو حشيشي شكله ما رح يشوف هذا البوت، فلذلك اللاعب أبو حشيشي قرر أنه يفرم له حجر مشان يبني البيت تبعه. بعد ما خلص اللاعب أبو حشيشي تجميع الموارد، هون قرر اللاعب أبو حشيشي أنه يجي ويبني البيت تبعه. بعدين رقى البيت تبعه الى حجر، بعدين بده يحط الصناديق ويحط اللوت اللي معه بالصناديق. اللاعب ابو حشيشي قرر انه يحط الورك بانش ورا التي سي مشان يقدر يكرفت الشغلات بسرعة. هون عم بيستلم المسدس تبعه، بيصنع مسدس وكنزي مشان بعدين هو يستلم الروح تبعه او القلب، وهذا القلب دائما بيساعد الواحد انه اذا مات يقدر يعيش مرة تانية. لسه الشنطة تبعيته فيها لوت، فلذلك صنع له صندوق تاني وعم بيحط هذا اللوت الزائد اللي معه بالصندوق. بعدين اجا اللاعب ابو حشيشي عند الايربورت، وكان عم يسوي حرق للبنزين، وكان عم يكتب بالشات العالمي تبع اللعبة يا الله، لانه شكله شارب له كريستالاي. وهون كان عم يطلع اللاعب ابو حشيشي على البروفايل تبعه مشان يشوف السكنات تبعه ويشوف لبسة الحشيشة تبعه. واخر شي يا شباب، لا انا بعرف ولا انتم بتعرفوا انه شو اللي خطر على بال ابو حشيشي، ولكن ابو حشيشي شاف انه السيرفر فيه ملل وقرر فجأة يطلع من السيرفر بعد كل اللي سواه.